ده التصريح مع نشاطات الرئيس والقمة المصرية اليونانية، كلها هنعيشها مع ضيفي عبر الهاتف الكاتب الصحفي نقيب الصحفيين الأستاذ عبد محسن سلامة المتواجد حاليا في نيقوصية القبرصية. مساء الخير أستاذ عبد محسن. أهلا بك أستاذ، أهلا بحضرتك. أستاذ عبد محسن، النهاردة القمة الثلاثية مصر اليونان قبرص، أعتقد أنها يعني قمة مهمة، والمحور ده ممكن أن يلعب دور مهم على المستوى الاقتصادي والسياسي في الفترة القادمة. شوف حضرتك، انت يمكن لسه اشرت انت مؤخرا في كلامك على حقل ظهر وحكايه انه هيبدا انتاجه في قبل نهايه هذا العام. ايوه. وحضرتك تعلم ان حقل ظهر ده برضو ما هو الا نتاج لعمليه ترسيم الحدود المصريه القبرصيه اللي كان البعض احيانا بيتهكم عليها او بيتهجم عليها بالكاف او بالجيم، الاثنين ماشيين. طبعا نتيجة عدم الوعي وعدم المعرفة وعدم الدراية الكاملة بالموقف. اللي حصل ان ترسيم الحدود صب في صالح مصر وصالح قبرص ايضا، وهناك عملية ترسيم حدود تتم الان بين مصر واليونان، واتمنى ان تنتهي قريبا، لان هناك زي ما حضرتك اشرت في شراكة كبيرة جدا بين الدول الثلاثة. النهاردة كان اكبر تعبير عن هذه الشراكة لما الرؤساء الثلاثة وقفوا ومسكوا ايديهم في ايدين بعض، وده مش أول مرة، ده القمة الخامسة، وبيتكلموا على تطوير أكبر هتشهده الفترة المقبلة حتى انعقاد القمة السادسة في العام المقبل إن شاء الله. العلاقات المصرية القبرصية اليونانية أنا بتصور إنها علاقة مهمة للدول الثلاثة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكريه، يعني على والسياسيه، لان في محاور متعدده بتجمع الدول الثلاثه. في دولتين مهمتين في الاتحاد الاوروبي اللي هم قبرص واليونان، بيمثلوا دور مهم داخل الاتحاد، واعتقد انهم ممكن يكونوا هم البوابه الرئيسيه. طبعا مصر لها علاقه متميزه بالعديد من دول الاتحاد، لكن اتصور ان قبرص واليونان في اطار علاقتهم الاستراتيجيه بمصر يمكن ان يكون لهما دور مؤثر ومهم في مد الجسور الشراكه الاستراتيجيه بين الاتحاد الاوروبي وبين مصر. ممتاز. على الجانب المقابل، مصر هي بتعتبر الان هي الدوله المستقره الاقوى في المنطقه سياسيا وعسكريا، وسط عواصف وانواع كثيره تمد بها المنطقه الان. وبالتالي مصر هي الان البوابه الرئيسيه للاتحاد الاوروبي على العرب وعلى افريقيا. مصر بتقوم بدور مهم جدا في مكافحه الارهاب، زي ما سياده الرئيس اشار في الكلمه اللي حضرتك ذاتها وانا لقطتها، لان انا كنت حاضرها النهارده في اثناء القمه الثلاثيه فيما بينهم. الرئيس النهارده اشار الى الدور اللي بتلعبه مصر في مجابهه الارهاب، ودور هذا التحالف وأهمية هذا التحالف في مجابهة هذا الخطر، وده خطر استراتيجي مش خطر صحيح يعني سهل، وشايفين حجم الدمار اللي بيخلفه على العالم كله وعلى الدول. طيب، فكرة الإعلان يا أستاذ عبد المحسن عن إن عام 2018 هو عام الصداقة بين البلدين، إيه المظاهر اللي ممكن يعني تكسو هذا الإعلان؟ إيه الاستفادة من الجانبين؟ انا متخيل ان هو يعني ده هيبقى لها علاقات، لها تاثير اقتصادي مباشر. يعني النهارده شفنا الاتفاقيه برضه، هم الثلاثه وقعوا الاتفاقيه الخاصه بالتعاون السياحي، والثلاثه تم افتتاح اول، اظن يمكن اول باكوره لعمل مشترك اللي هو مركز الابتكار في برج العرب. صحيح. اللي افتتح عبر الفيديو كونفرنس. وبالتالي هناك من المتوقع ان تكون هناك مشروعات مشتركه كثيره هتنتج عن العلاقه بينهم، وهتظهر في عام الصداقه المقترح في مجالات المختلفه. في المحور الاقتصادي زي ما قلت لحضرتك، عندنا محور مهم اللي هو محور قناه السويس، اظن انه ممكن يبقى بوابه مهمه جدا للاستثمار والصداقه يعني والتعاون المشترك ما بين الدول الثلاثه. وهو خاصه نتيجه القرب الجغرافي، يعني مسألة قريبة جدا بيننا وبين قبرص وبيننا صحيح. وبين اليونان، وبالتالي في هناك جغرافيا تجمع بين الدول الثلاثة، ممكن ان يبقى فيه نمو كبير جدا في مجال التعاون الاقتصادي فيما بينهم. في المجال مكافحة الارهاب، طبعا مصر تعتبر بوابة مهمة لصد الارهاب
عن الدول الافريقيه عن الدول الاوروبيه وبتقوم بدور مهم جدا في مجال مكافحه الهجره غير الشرعيه. وبالتالي بقى برضه اليونان وقبرص مطالبين بانهم يشاركوا مصر في تحمل الفاتوره الخاصه بمجابهه الارهاب. صحيح. لان مصر بتقاوم الارهاب عشان ضد يعني اللي بيهدد شعبها واللي بيهدد مواطنيها، لكنها بتقوم بدور مهم جدا في كبح هذا الغول اللي بيحاول يكتح العالم كله. هي بتدافع نيابه عن العالم. صحيح. زي اليونان وزي قبرص وزي فرنسا. مزبوط. والدول القريبه منا ولها اللي بتجمع بين بيجمع بينها البحر المتوسط. استاذ عبد المحسن بشكرك شكرا جزيلا وترجع بالف سلامه من قبرص.